السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس؟ بخير، صحة؟ لاباس، الأمور هانية. أنا هي المرأة اللي تهز لي هذاك الفيديو وتسرب وتلانصا، واش غنقول لكم؟ هادشي اللي وقع ليا ما توقعتوش أنه غيوقع نهائيا. أنا كنت كنهضر في التليفون، كنهضر عادي، ما توقعتش هادشي غادي يوقع ليا. ولا كنت قلقت الناس يسمحوا ليا، وانا ماشي كنشمت في الناس الجاليه المغربيه، راه كلشي عائلتي انا في برا. انا غير كنهضر مع شنو نقول لكم، هي كنهضر مع الناس، كنهضر مع السيده كما كنقولوا، كنهضروا مع الاصدقاء ولو انه ما بقاش الثقه. كنهضر، طلان صالي داك الفيديو، انا مازال ما عرفت شكون اللي نصالي الا نصالي، حسبي الله ونعم الوكيل فيه. بعدا تخيلوا مع راسكم ان نتوما كنتو كديروا شي حاجه وصوركم شي حد، تخيلوها معايا. انا هادشي اللي وقع ليا راه من 3 الصباح وانا كناكل فيه في العصا، راه ما اش نقول لكم، الاعصاب ديالي كلهم تتقرضوا. انا مشيت دابا للسبيطار، درت شي بالي باش تهدنت. انا ما نويتش انني نجرح شي واحد ولا نشمت في شي واحد. انا تغدرت وتضربت في ظهري، ولا كنت ضريتكم بشي كلمه سمحوا لي بزاف. اللي ندرك انا راه خصني نعتذر من العالم كامل، انا نعتذر من الجاليه المغربيه اللي في العالم كامل، ونعتذر من اهل المملكه المغربيه، ونعتذر من اهل الصحراء المغربيه. انا راه كنعتذر منكم بزاف 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 بزاف. ولدي انا مشى ما يموت لي هاد العشيه بهاد الهضره هادي وبهاد الفقيس وبهاد لي كومونتير، راه انا ما نويتش هاد الشيء. تصوروا راسكم مع صحابكم وداروا لكم هاد الحاله، تخيلوا هاد الشيء اللي وقع ليا انا وقع لكم نتوما. انا راه ماشي شي وحده اللي كانت شفا ولا، راه كنعيشوا حنا نفس الحاله. راه دابا السبيطار مشيت ليه، راه شي ما يتزاد مع شي وشي ما يحدي شي وشي ما يشوف شي. هاد المرضى راه خرجت علينا كامل، وهاد القعده اللي قعدنا في الدار هي اللي خلاتنا نبداو نخربقوا في هاد التليفونات. انا راه خوتي راه تغدرت، وراه ما بقاتش ثقه لا في التليفون ولا في واتساب. حسبي الله ونعم الوكيل في اللي دار لي هاد الشيء. انا ما نويت ان نجرح شي واحد، راه كما قلت لكم عائلتي كلها في برا، راه ما نويت نجرح شي واحد. كنشكر حنان العتماني، وكنشكر بزاف ديال الناس، راه باقي راسي دايخ مازال ما عرفت شكون. كنشكر بزاف ديال الناس اللي هضر معاهم ولدي وتصنتوا ليه، مع انه عندهم سكان غير 15 سنه، وانا المعيله الوحيده لهذا الولد. هذا الكلام اللي كيديروا هاد الناس وهاد الغدر اللي كيغدروا هاد الناس، راه كيشردوا اسر. راه دابا المشكله ماشي عندي انا، يعني المشكله عندي الدري صغير. اما انا اش باقي غادي ندوز في هاد الحياه كاع بالسلامه؟ اش غندوز كاع؟ اش باقي ليا ما ندير؟ راه كنشوفوا هاد الشيء اللي مورانا واللي عندنا. اما انا صافي ساليت، وهاد الشيء اللي وقع لي راه غير من 3 الصباح لدروك، راه الاعصاب ديالي والعروق ديالي كلشي خدام. ما عرفت باش تبليت، والله كنقسم لكم بالله العلي العظيم ما عرفت باش تبليت. وتخيلوا انه انا يا راه ما يمكنش انا غادي نلانسي راسي وانا دايره هنا القطرون ولابسه داك اللباس وداك الشد ديال الحمام، راه ما يمكنش غندير انا هكداك. راه غير عرفتوا دابا اي واحد صاحبتي معاه تيغدرك، هادشي هو اللي كاين ولا. وكنزيد كناكد على الجاليه المغربيه او الناس العالم كامل اللي في المغرب، انا راه هادشي اكثر لواحد الدرجه ما بقيتش عارفه والو في هادشي. راه انا ما توقعتش واش هادشي غيوصل هنا، واش غيوصل هاد الحد. واللي نقول لكم انا سمحوا لي بزاف، انا راه ما قصد، انا راه تضربت في ظهري، انا ما قصدتش، والله ما قصد، والله ما قصد. وكلشي الناس راه وقع عليهم هادشي، ولكن هاد الخطر انا عشتو، كنت كنشوفو كنقول عادي ولكن عشتو. زعما لا اله الا الله في اللي كيدير هاد الحوايج هادو، لا اله الا الله. هو كنشوف بان منظمات وجمعيات وبزاف الناس مسؤولين، انا راه غير واحد الانسانه اللي متواضعه وعاديه من الشعب المغربي فقط لا غير.
راه ما درت لا بيديا لا بسنيه، رانا حنا غير تنهضروا ومع ما كاينش الخروج دابا مع هاد المرضى. الله يجينا وينجيكم ويشافينا ويشافيكم، هي اللي خلاتنا نبدا نهضر بهاد الطريقه. ما راه ما يمكنش انا ندير هكذا. والمهم انا كنعتذر، كنتمنى تقبلوا الاعتذار ديالي، كنتمنى من الله تبارك وتعالى تقبلوا الاعتذار ديالي. كنعتذر من الجاليه المغربيه، ومن الناس اللي في المملكه المغربيه، ومن الناس اللي في الصحراء المغربيه. كنعتذر منكم كامل، كنعتذر منكم. ولا اله الا الله محمد رسول الله، هادشي اللي غادي نقول. لا اله الا الله محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام. تعدوا عليا هاد الناس اللي داروا لي هكذا، وتعدوا لي على ولدي. لا اله الا الله محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام. يا لا اله الا الله.